ايه يا ماما المواعيد دي؟ وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا؟ مش فاهم انا. وترميات وناس قاعده على القهاوي، بس جو حلو، جو ظريف. الله الله الله، عيني على اللبان واللي من اللبان. اهلا. ايه ده في كده هنا؟ علي يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتك. اتفضلي يا حبيبتي. ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي. وديها يا رورو الحمام عشان نشوف الحاجات، اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس، ازاي والدك؟ قول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا، دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. اوه ايدي يا هاني. ولا انت حكومي انا؟ حكومي ايه؟ ما انا مالي، ما انا لابس ملكي. حكومي ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمه، لو طلعت حكومه ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف، لو تكرمتي ده انا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد. من الاخر من غير لا لف ولا دوران، عشان انا ما عنديش وقت. انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص، انا بقلب النسوان. اوه سوري، بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركات؟ بقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايز اقولك ان دي حاجه جديده في المجتمع محدش سبقك فيها. جو اهيد، ربنا معاكي. اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه؟ انا عايز اقول لك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية. يا مصيبتي، حياتنا الخاصه؟ لا بقول لك ايه، انا بنت شريفه. وما كسريش الصوره اللي انا عجبتني فيكي. انا حبيتك ان انت مش شريفه وماشيه شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه وبتاع ايه؟ خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقول لك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي وتفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انت عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقول لي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب، كله بقى عندها قطع ملابس ذهب. بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره مسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني. ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخساب؟ تقول لي استني استني، انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا. انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل، نحلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز يا سوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفس زغروت يا كناني. كفايه كناني كفايه كناني كفايه كتير كده كتير، هي واحده وخلاص. خواجه ميرسي يا كناني، باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه؟ مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجي لكم البيت عشان اتشرف بالعيله كده. يلا يا ماما هنتاخر، عيب. اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيله مستعجل على ايه؟ دي جوازه الندامه. جوازه الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي يا شيخ. ايه ده؟ ده يقول له يوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟
ارجوكي بقى ماما كده كتير ما تزعلنيش. اتفضلي حبيبتي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه التقاط يا رب؟ ده الازاز بيكسر يا مريم. ايه ده؟ ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما. الازازات شقتنا اللي بتتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. ده ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده يا ماما؟ اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي. انت اللي موترانه ومعصبانه، اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه؟ اتفضلي اتفضلي. انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي. ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل، نسيت مفاتيح العربيه. نبي ما اطلعي بسرعه، جري كده هاتيها وتعالي. وانا اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه ثانيه. تسلم ايدك تسلم فضل. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه بذمتك؟ اقعدي كده انفخي. اقعدي اقعدي اقعدي. صدقي يا ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعتنا بتقع. بتقع يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. انا قلت لك انت بتقع. طب انا هشوف يا ماما، عايز اشوفك يا ماما. بص في الطريق ده بص. طيب طيب بص في المطرات. يا لهوي. اوف انت جايبني فين يا عبد العال؟ جايب الكرموز يا هانم. كرموز يا امي ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول يا ابو قير بقى ولا العصفره، كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي. ان شاء الله نسايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم، ما قتلتها والله، ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتسكن قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكه اللي انا هخطبها الصغير، ظريف قوي. يا دي المصيبه. مصيبه ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف، ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى، انا مش جايبك حته اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم، هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا كبير يا ماما، هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى لو تكرمت، احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هان اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوه عزيزه يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس. منورنا. اشكرك. منورانا يا ابله. الله يخليك منورانا. الله يخليك. اعرفك يا ماما الاستاذ حسب الله يبقى عديدي جوز اخت سوسكا، واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفاد دلوقتي لان كلامك اخر كرم. يا سوسكا سوسكا العروسه العروسه العواف. دي الف نهار ابيض، دي الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. ماشي يا دي عم عيل. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كلك كرم يا ابو نصر كلك كرم. بقول لك ايه يا حسب الله، تسيبني حته انا والعيال انا عارفاك تفس. جرايه وليا العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسها غير. يا بنتي تعالي اوعى كده. عايز اسيب حته يا صاصي. ايه يا جماعه صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا ملك يا حاجه مسروع عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي الله يخليك. الله منوره منوره. ماما ما تقلقيش، ده الطقس هنا ده اسلوب العقاب عندهم. وبصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه، احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا. الله اكبر يا ست ريا، انا اتشرف ان اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم تحت امركم، انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جوده بالموجود؟ هنروح بعيد. الى يا حاجه الحاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق. جدتي احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما لا لا. مبروك يا روحي. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك الله يخليك. زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه فرحونا. اه لا زغروطه للحلقه يا حبيبي. الحلقه عاجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما بالراحه على ودنها بس بالراحه.
بالراحه قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. ايه حاجه وحياتك كذبتي خاتم ما تخافيش يا ماما. الف مبروك يا روحي، الف مبروك. ها وبعدين كمل. على ايه انا تحت امرك؟ يعني انا اللي هخرج المهر؟ حاضر، يعني شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروحي البنك على طول. لا والشيك ليه؟ هاتي معلش معلش يا ماما، ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها يا ماما. تحت امرك. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعملوا لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما، استر يا ماما. خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر. يعني هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. يا رب وربنا يخنقك زي ما خنقوا الراجل. ما تزهقنيش بقى، انت هتعيطيني هتعيطيني في يوم فرحي يا ماما. ارجوكي يا سوسكا، يا مدام ريا، يا ماما خدلتي دراعي. انا شاكك في العيب. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما صلي على النبي، صلي على النبي. خلاص يا ماما، خلاص خلاص ماما. انت شفتي حاجه عدت كده؟ جثه جثه. لا حول ولا قوه الا بالله، ان الله وان الله يرجعون. يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت، هنعمل ايه؟ ما تلعبنيش بقى. جثه ده لبس. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. العيله دي ما تخافيش. لا لا، دي ناس، دي ناس اطهر ناس. بس احنا هو في حاجه احنا مش فاهمينها. ايه ده؟ عفريت ايه يا ماما؟ ده تلاقيه ابن اخت العروسه. بتعرف الاطفال في الافراح بقى قلبي هيقف يا ماما، قلبي هيقف. بس قولي قلبي هيقف بتنادي. انت ماشيه ورا ميت. ايه الصوت البلدي ده يا ماما؟ طب تدخلي شويه، ده احسن. ده لامسني. لا تعالى حبيبي، ده لامسني. بس تعالى اخويا، انا مش عارف ايه يا حبيبي. الله ما شاء الله، شكلهم خايفين على عيالهم. تتحسب مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي، اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. في انا؟ في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام. الصيني، الخشب، العفش، كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي. خليكي كملي رعشتك بقى، كملي رعشتك. انا خايفه.